بسم الله الرحمن الرحيم. دواكم الله ويعطيكم العافية. نشكر أخواننا الإعلاميين حبيبي يعطيكم العافية ومنورين الأمانة. اليوم أنا أشكر شركة إيبيز اللي هي الشركة المنتجة لهذا العمل وشركة بيست برودكشن منتج المنفذ. نشكرهم على دعمهم وهذا ثاني تعاون لنا، وأنا سعيد اليوم بهذا العمل مسلسل سلطة سهوا إن شاء الله قريبا يرى النور والناس تستمتع بهذا العمل كله. قبل لا أنا أتكلم للأمانة في شغلة من سنين أنا كنت ناطرها والحمد لله أنها تحققت. اليوم وجود أخي وصديقي الفنان النجم الكوميديان في الوطن العربي ومصر حمدي مرغني. أنت مشرفنا يا حمدي وأحنا سعيدين بهذه التجربة. حبيبي ده شرف ليا والله، وانا اللي والله انا مبسوط بجد وشرف ليا. وخالد اخويا وحبيبي من الكوميديانات اللي هو عارف اللي انا بحب شغله وبحب اتفرج عليه، وانا مبسوط بالتجربه دي ومبسوط بالعمل مع كل الزملاء واخواتي الفنانين. ده شرف ليا ان انا متواجد معاهم، ويا رب يا رب ابقى اضافه خير يعني ان شاء الله، ويبقى عمل مثمر وما يبقاش اول ما يبقاش اول ما يبقاش اخر عمل. عايز كل وقت تشتغل لسه ما صحيتش بس. يعني قول لنا شفت النص ازاي يا حمدي؟ والله لسه لما اشوفه ان شاء الله. لا بجد والله مش عشان خالد يعني، الشهاده بقى مجروحه زي ما بيقولوا كلام البرامج، بس هو فعلا اللي عجبني في الورق ان خالد، انا بحب نوعيه الورق ان ما فيهوش البطل الاوحد هو محور الاحداث هو كل حاجه، لا هنا المسلسل، وانا كلمت خالد حتى ما بيننا شخصين في الموضوع ده، ان المسلسل كل الناس فيه ابطال، كل دور عجبني فيه شخصيات كتيره، فيه الناس هتتابع كذا حدوته في اطار واحد مجمل يعني الموضوع، بس جواه في حواديت كتير، في كذا موضوع، في كذا شخصيه مهمه، كل الشخصيات مؤثره، ما فيش شخصيه غيابها مش هيفرق، لا كل الشخصيات الناس هتبقى متابعاها وعايز تعرف الخط الدرامي بتاعها هيروح فين. كل ده في اطار كوميدي ان شاء الله، يعني يبقى دمنا خفيف ما يبقاش في البرامج بس. ان شاء الله يا رب ربنا يكرمنا بهذا العمل والمسلسل. احمد تقدر تنزل شويه، انا ابي اجر المسكه بس. ان شاء الله. حاضر.